يا نصيبتي السودا، هو في ايه يا خال؟ هو انا من ساعه ما خرجت من السجن وتاخدني فحت رد، كل شويه عمال تجيب في بلاوي وترمي على امي، ده ايه الوكسه السودا اللي انا فيها دي؟ قلت لي افتحي المحل يا كوره، افتحي محل امك يا كوره، قلت لك حاضر يا خال، قلت لي خدي خالتك وراعيها، قلت لك حاضر ايه؟ دلوقتي جايب لي واحده هربانه وعليها حكم وتقول لي تويها، ده بتاعي ان شاء الله. اسكتي بعد اذنك يا سو، هي وقفت النار على رجليها تعبان عصبة، تعالي ريحي بره، تعالي تعالي ريحي هنا، ريحي هنا، هتفضحيني ولا ايه؟ ريحنا. بقول لك الهانه من الجوه ديت، انا شغال عنديها وخيرها عليا، وجزها ناصب عليها ورافع عليها قضيه واعره قوي، وانا لازم اقف جنبيها. خيرها عليك انت. تقف بقى جنبيها، تقعد جنبيها، انا ماليش فيه. بقول لك ايه، انت خالي لكن تجيب لي نصيبه ما اعرفها. لا نصيبه ولا ما نصيبهاش، هي هتقعد معاكي ومفيش حد يعرف انها هنا واصل، ولو حصل منها اي مشاكل ليكي انزحها في اي مكان. طب وعلينا بايمان ده؟ ما انزحها من الاول خالص، احنا ناصين نصايب. هديك بالبوكس والله يا كوريا. بقول لك ايه، هي تقعد معاك هلتك سندس، بدل ما سندس كل شويه تنط من البلكونه وتروح تجيبيها من كل حته. يا نصيبتي السودا، تقعد مع مين؟ سندس؟ انت عايز تقلب لي بيت بلاوي من كل يا بطيسطه؟ ثم مين دي ولا مين فيها عشان نتويها ونشيل طينا؟ يا بنت طلعت مين؟ عهد الله بالبوكس في وشك. هتدفع لك ايجار الاوضه، اجمعي فلوس، فلوس التنكيس عشان تديها للمعفن الجزار اللي اسمه سلومه ده، بدل ما يطردك انت وخالتك برا البيت. وهي دي لو حلتها فلوس كانت جت قعدت هنا، دي شكلها عدمانه وبتكح جير. بقول لك يا خال، دي شكلها طمعانه. اتبلط في ام الشقه ويبعد عيد زي اللي نسمع عنه في التلفزيون. اسمع اللي بقول لك عليه يا خال، انا عارفه الاشكال دي كويس، دي طمعانه. ايوه تصدقي طمعانه؟ طمعانه في ازازه الزيت اللي موجوده عندك على الرف جوه، ولا قلم الحواجب؟ ايه عبيطة طمعانة فيه؟ الهانم دي معاها فلوس تشتري بطن البقرة ميم، ده تشتري كل البقرة اللي في السوق. ايه دي؟ يلا بينا تعالي. طب اقول لك ايه؟ ايه هتدفع كام؟ نادر، انا نازلة رايحة النادي، عايز حاجة يا حبيبي؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ عامل في نفسك كده ليه؟ دي ما تستاهلش. ما ينفعش كده يا نادر، ما ينفعش. انت لازم تروح لدكتور. ليه؟ شايفاني عيان؟ لازم تروح لدكتور نفسي يخرجك من الحاله اللي انت فيها دي. انا بني ادم طبيعي يا رجاء، اترزعت بالقلم على وشي ولازم اتوجع اقول اي. اروح للدكتور ليه بقى ان شاء الله؟ اقول له الحقني يا دكتور، اصل اتضحك عليا وحلم حياتي ضاع من ايديا، اديني دواء من فضلك عشان يخليني ما احسش. هو ده اللي انت عايزاني اعمله يا رجاء؟ لا يا حبيبي، بس انا ما اقدرش اشوفك كده يا نادر. يا نادر انت اخويا الوحيد اللي ماليش غيره في الدنيا، انا لما بشوفك كده بتعذب. نادر، انا اللي ربيتك من بعد ما بابا وماما ماتوا، صحيح الفرق بيني وبينك مش كبير، بس انا بعتبرك كده. نادر انا ما اقدرش اقف اتفرج عليك وانت عامل كده. انا كويس يا رجاء، اهتمي انت بنفسك، ما تقلقيش عليا. بعدين ما انت عايشه حياتك، تنزلي تروح النادي ومصاحبه بنات صغيرين، انا مش فاهم ليه، بس مش مهم. المهم انك بتعملي اي حاجه في الدنيا غير انك واقفه حياتك عليا. عيشي حياتك بقى يا رجاء، خلاص انا كبرت، واللي انت بتعمليه ده على فكره مش اهتمام، اسمه حصار. مين اللي تحت؟ طيب قعدي. أبو طالب بيه وطارق تحت، أنت مستنيهم؟ لا، إيه اللي جابهم؟ خديها تحت باطك. لا ما اتفقناش على أنجازة كمان يا خال، وأنا عشان أثبت إنها قريبتي لازم يعني ألزق خدي في خدها، ببص هنبقع. بقول لك إيه عشان أهل الحارة يصدقوا، أهو بدل ما ينكشوا ورانا ويعرفوا أصلها ومش أصلها. يلا حلو كده؟ أهو أهو بالراحة. الله ينور عليك، الله ينور. يا عم شكري، يا كوريا راحوا فين؟ ده هيمة. ازيك يا هيمة؟ جمالات بنت خالتي. نعم يا اختي. ده هيمة، هيمة خطيب، هنتجوز عن قريب ان شاء الله. هاي نايس تو ميت يو. مين؟ يلا بقى عشان يا دوب كده. يلا ازيك يا هيمة؟ لا عيني يا سيد يا مشعط يا جرجير. بس يا كوريا ما شاء الله ما شاء الله. ازيك يا موسو؟ القمر دي يا اختي. دي جمالات بنت خالتي، عندها ظروف كده فهتقعد معانا كام يوم يعني. انهين فيهو؟ ايه؟ خالتها المبروكه الله يرحمها اللي ماتت في البلد. ايوه ايوه امك الله يرحمها كانت بتحكي لي عليها زمان، انا ما شفتهاش غير مره واحده بس زمان زمان قوي. يا اختي بطن البقره نورت والله، وان ما شالتكيش الارض نشيلك فوق دماغتنا
ان شاء الله الظروف كده تبقى كويسه يعني وتبقى خير يعني. ميرسي متشكره قوي يا تونس. والله العظيم يا دوب كده يا دوب. الحمد لله على السلامه. الله يخليك. السلام عليكم. مين دي يا خالت؟ انا عارفه يا اختي، قال بتقول بنت خالتها بس بنت حته قشطه والله، بس بتطرطن. طيب بما انكم بقى تتكلموا في شغل اسيبكم انا واستاذن عشان ما احسش ان انا غريبه في وسطيكم. لا 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 بروبلم. غريبه ايه يعني؟ حضرتك وان اوف ذا فاميلي، يعني هيك فرد من الاسره. لا لا لا، احسن اسيبكم على راحتكم. انت فين؟ فين؟ ايه ما بتردش على التليفون ليه يا اخي؟ دايخ عليك انت. حتى هايدي تليفونها مقفول ولا ايه؟ ما بتردش على تليفوناتي ليه؟ بعدين انت ازاي يا استاذ تنقل هايدي من البيت الراقي بتاع ذريه هنا؟ قصدي سيادتك بيت الدعاره. لا 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 ما اسمعلكش تقول كده. دي ست لارج ومعروفه في المنطقه كلها، لارج وساعات بتبقى اكس لارج لان بيتها مفتوح للجميع. فعلا مفتوح على البحري. هي شقه دعاره حقيقيه؟ ايوه شقه دعاره حقيقيه. والبوليس راح هناك ولم كل الناس اللي فيها ونزلهم بالملايات. ولو هايدي ما كانتش لحقت نفسها ونزلت من هناك بسرعه كان زمانها لبست قضيه اداب بجد. خلاص بقى خلاص بقى خلاص، مش بتاع نتكلم في الموضوع ده، ما يصحش كده عيب. وايه اللي ما يصحش ابو طالب بيه؟ ما يصحش اقول ان هايدي كانت هتتمسك في قضيه اداب، لكن يصح ان حضرتك تقعدها في شقه زي دي؟ صح؟ عمي والنبي يا عمي، ممكن تاخدني الاماكن دي عشان عمري ما شفتها غير في التلفزيون؟ ممكن تتنيل دلوقتي ايا كان اللي حصل، انما انا ما اسمحش لاي بني ادم على وجه الكره الارضيه انه ينقل بنتي من مكان لمكان من غير ما يقول لي. وبعدين يا استاذ بصفتي موكلك ممكن تقول لي هايدي فين؟ ولو سمحت تاخدني ليها. وبصفه هايدي موكلتي يا ابو طالب بيه، من حقها السريه عليا، وهي طلبت مني ان محدش يعرف مكانها. يعني ايه يعني؟ انت مصدق نفسك انك دكتور بجد ولا ايه؟ انت خريج حقوق يعني داخلها ب 60%، وموضوع الدكتوراه والاكاديميه والدراسات دي اي حد ممكن يعملها. انت تقول لنا على مكان هايدي دلوقتي، احنا مش هنتحرك من هنا غير ما نعرف مكان هايدي، وتعاملنا معامله الناس اللي بتدفع فلوس. طيب اريحكم انتوا الاثنين، انا شخصيا ما اعرفش مكان هايدي. الحاجه الوحيده اللي اعرفها انها قاعده في مكان امن جدا ومريح جدا. ادخلي ادخلي. بسم الله الرحمن الرحيم. برجلك اليمين افرجك بقى على الشقه زي ما انت شايفه كده، حاجة برحة هواها بحري، شبابيك هدول بيطلوا على الحارة عدل. وشوفي بسم الله ما شاء الله الكنب، كنب زين، قعدته مريحة كمان، اسمه كنب اسطنبول يا ست هانم. حضرتك لو زرت قلعة محمد علي هتلاقيها كلها مفروشة كنب اسطنبولي. محمد علي ده كان راجل زين، كان أيامها بيستورد حاجتين، الكنب الاسطنبولي والجبنة الاسطنبولي. تعال تعال افرجك على الطقم ده. شفتي طقم ده زين؟ ده طقم اثري ما فيش منه الا اتنين، واحد ولع وده فاضل عندينا اهو. تعال تعال بص عليه، تعالي خشي اقعدي ريحي اقعدي. متشكره قوي. شكرا. خلاص مش مهم، بعدين نشوف. تعالي بقى افرجك على دوره الميه. دوره الميه ديت زينه، هواها بحري ويرد الروح. تعالي قولها تعالي. اتفضلي 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 يا هاني. شفتي بقى حاجه عظمه وقاعده مريحه على الاخر. خلاص ما تقعديش ما تقعديش، تعال افرجك على اوضه النوم. مالك في ايه؟ خلاص حاجه جميله والله. تعالي اتفضلي اتفضلي يا هاني اتفضلي اتفضلي. انت بتجري على ايه؟ انت خشي اتفضلي يا هاني اتفضلي. ما شاء الله عليك يا كوريا، كوريا بنت اختي ديت بنت زين، شايفه مرتبه الاوضه ازاي ومنظفاها. صدقي بالله دي ما تلاقيهاش في لوكاندا سيفن نصار. يا مامي مين مين ده؟ مامك مامك ده مين يا اختي؟ ده ابويا الله يرحمه الحاج ابو قاطع بوهيه. هو اي نعم يعني ما خرجش عمره بره البلد، لكن الناس كلها اللي تشوفه كانت تقول له حاج. وبعدين دايما الناس راحت الكعبه ورجعت من هناك وقالت شفناه هناك، وكان معاه دايما ميه زمزم جراكن كده كان يوصي عليها ويستبارك بيها. الله يرحمه كان راجل بركه من اهل الخطوه. خطوه ايه وشافوه ايه؟ ايه التخلف اللي انت بتقوليه ده؟ الصوره دي تتشال من هنا دلوقتي حالا، وانا لو اتنازلت ووافقت ان انا اقعد في المكان الحقير ده مش هبات انا والراجل ابو خطوات في اوضه واحده عمري. نعم يا اختي. انت بتتعوجي على ايه؟ انت عايزاني اشيل صوره ابويا عشانك انت يا معوجه يا معيوبه يا ساقط الحريم؟ ليه ان شاء الله؟
الصوره دي بقى لها 40 سنه محطوطه كده اهو في مكانها كده اهو زي ما هو. ابويا وامي ناموا تحتيها وماتوا تحتيه على الفرشه اللي انت هتنامي عليها دي. ايه تيجي انت دلوقتي وتقولي لها شالها؟ تبتعدي ان شاء الله. بقول لك يا خال اسحب البتاع اللي انت جايبها لنا دي معاك، هي هتتني وتتفرد علينا ولا ايه؟ شكري ماشيني من هنا دلوقتي حالا في داهيه. يلي ناقص يزرعوك تحت السرير يا ملالع في ليبيا وتونس. اديني ثلاث ربط جرجير. جرجير؟ حاضر يا حبيبتي والله عليك. ودي يا قلبي ثلاث ربط جرجير زي العسل اهم. خدي يا قلبي. ازيك يا بنتي يا نوال عامله ايه؟ هعمل ايه يعني؟ اهو انا زي ما انا يا اختي. كل يوم تاخدي مني جرجير؟ مفيش حاجه كده ولا كده يعني؟ مش هنشيل لكم عيل ولا تيل؟ دي حاجات بتاعت ربنا يا موسوك. ايوه يا حبيبتي بتاعت ربنا، ربنا يفرحك بفرعك يا رب. ايه يا حبيبتي واقفه مستنيه ليكي بقى ولا حاجه؟ بقول لك ايه؟ نعم. هي مين الوليه اللي جت مع البت كوريا دي؟ هي بتقول واحده قريبتها من البلد يعني، بس عندها ظروف. ظروف ايه يا اختي؟ واحنا مالنا؟ ده الخلقه للخالق. اها بس استني عليا بقى ساعتين زمن والرجل تهدى في الشارع وانا هجيب لك قرار امها. استهدوا بالله يا جماعه، احنا دلوقتي اتكتبنا على بطايق بعضينا، يعني هنروح من بعضينا فين؟ خلصت خلاص. بعدين عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي يا ست هايدي. هايدي دي بخ، هايدي دي بح، هايدي دي راحت في الوبا، دلوت باسمك جمالات. جمالات فاهمة؟ جمالات دي بقى كوريا بنت خالتك نبوية المبروكة، كانت متجوزة راجل خليجي كبير في السن امكحكح، بعد ما مات أولاده بقى كلوا ورثها ورجعوها على مصر، يعني خدوها لحم ورموها عظم. فهمتي؟ ماشي. وهي جيلينا جولي بقى محكوم عليها بدين ان شاء الله. مين؟ اتفضل. هذه المتعلمه بتاعت المدارس. امال بتتعوجي عليا يا اختي من الصبح؟ جيلينا جولي دي الممثله الاجنبيه اللي بقى عامل كده اهو زي القنصه كده اهو. مش عارفه جيلينا جولي؟ جولي؟ مش عاوزين نجيب سيره الناس، خلينا في مشكلتنا. ست هايدي دي، ست جمالات دي، ست نظيفه وعفيفه وسمعتها كيف البفتة البيضة. اي نعم عليها قضية ولسه ما تحكمش فيها، وبعون الله مش هتاخد حكم. ما اصل اللي زي دي تهف 50 مليون اخضر هي وجوزها وما تاخدش حكم، انما انا اقول بس كلمة حق وما رضاش بالذل تتلفى لي تهمة وترمي في السجن، صح؟ ما هي دي بلدنا. امال اعلامها ابيض واحمر واسود ليه؟ ما عشان الناس عايشة